بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحميد بدر الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا البنك الزراعي المصري. الحقيقة يعني حشد جميل. النهاردة اليوم الثالث وبالثلاث ايام متواصلين احنا كل المصريين على قلب راجل واحد. في تحس ان الناس خارجة تقول صوتها من قلبها لحد اكبرها ان هي تطلع لحد قالها تدي لمين وما تديش لمين. عندهم حرية. هم شايفين ان البلد محتاجة ان احنا نبقى محتشدين ورا الرئيس عشان نكمل المسيرة عشان مستقبل مصر عشان العالم كله يشوف ان احنا مصريين والمصريين على قلب الرجل واحد زي ما قلت قبل كده.